أكثر من طلب وصلني إني أتكلم عن فيلم شمس المعارف للأخوين قدس، وصدقوني يا جماعة ودي والله إني أتابعه اليوم قبل بكرة، ولكن للأسف أول شيء مدينتي ما فيها سينما ولازم أنزل إلين جدة علشان أحضره، ثالثا الفيلم ما هو متوفر أونلاين نهائيا، بحثت كثير إلا لو إني ما أعرف أبحث، ثالثا يمكن بعضكم عارفين إني نقلت من بيت البيت والوضع مرة مخربط عندي، ولكن أوعدكم الشهر الجاي يعني بعد حوالي 20 يوم بحجز تذكرته وأتابعه وبسوي لكم مراجعة عنه. شكرا شكرا دائما لدعمكم الدائم أيها المتابعين العظماء، ما يحرمنيش منكم. يا هلا والله بالجميع، معكم الوجيه، كيف حالكم يا جماعة؟ إن شاء الله تكونوا دائما بخير وصحة وعافية. Ladies and gentlemen، هذا واحد من المسلسلات الرائعة والممتعة واللي لطالما رسمت الابتسامة على وجه اللطيف. أم الثقة يا شيخ. لا جد والله يا جماعة، هذا المسلسل بالنسبة لي واحد من أكثر المسلسلات الكوميدية اللي استمتع بمتابعتها، طبعا بجوار فريندز وهاواي ميت يور ماذر وذا أوفيس وذا جود بليس وغيرهم. وحرفيا كل وجبة أكلها لازم أشغل حلقة من هالمسلسل بالتحديد معها، كذا المسلسل تزيد حلاوته لما تكون جالس تاكل، لا تسألني ليش. وبيني وبينكم تعرفون أغلب المسلسلات اللي نشوفها دائما دراما، غموض، أكشن، خيال علمي، تحقيق، جريمة، الواحد يحتاج يغير جو شوية ويوسع صدره بين فترة وفترة، وتدرون إيش؟ It's f***ing work. هالمسلسل واحد من المسلسلات اللي توسع الصدر فعلا وتصلح لتغيير الأجواء، غير أني أشوفه يعتبر تجربة جديدة في مجال الكوميديا وله أجواءه ونكته وذباته الخاصة. كمان المسلسل مرة خفيف والحلقات ما تحس فيها، والقصص دائما غير معقدة، وعلى حد علمي كل مسلسلات السيتكوم والكوميديا القصيرة دائما تكون كذا أصلا. المهم يا جماعة، ولأني مرة أحب هالمسلسل وأشوفه أنه يستحق قاعدة جماهيرية أكبر، أحب أوصيكم تتابعوه لأني أحبكم برضه ويهمني دائما تكونوا مبسوطين. فخلونا اليوم نتكلم عن مسلسل بروكلين 99 وأكيد بدون حرق. طيب نبدأ بقصة المسلسل. هو حقيقة ما في قصة أو مسار معين للأحداث، سوى أن الفكرة هنا أن عندنا مركز شرطة بروكلين 99 في مدينة نيويورك، كل يوم أو في كل حلقة عندهم قضية مختلفة أو حدث مختلف، بس مو معناته أنك تقدر تتابع المسلسل بشكل عشوائي، لا، لازم تتابعه بالتسلسل الصحيح عشان بناء الشخصيات والتعرف على ماضيهم وبعض التفاصيل الثانية وربط الأحداث القديمة بالحديثة المتعلقة بالشخصيات وبعض القضايا. طبعا كل القضايا والقصص يتم سردها وطرحها أو معالجتها بقالب كوميدي بحت، بعيد كل البعد عن الجدية، لأن المسلسل كوميدي بحت أصلاً. حتى المنطق هنا قد يكون قريب من الصفر في كثير من المواقف، لأنه زي ما قلت لكم كل شيء يتم طرحه بشكل ساخر ومضحك، سواء من ناحية التحقيق أو من ناحية عمليات المطاردة أو حتى المواجهات اللي يكون فيها إطلاق نار أو مشاهد قتالية، كلها تتم معالجتها أو طرحها بطريقة جداً بسيطة ومضحكة وبعيدة كل البعد عن الجدية. وبالرغم من هذا كله إلا أنه في لحظات أو بعض الحلقات اللي تعطيك شعور جيد وتحفزك في جوانب مختلفة في الحياة. وأكثر شيء لاحظت أنه المسلسل يعزز له هو حكاية الثقة في النفس، وكيف تكون أنت مثل ما أنت، وكيف تتعايش مع شخصيتك أنت مهما كانت عيوبك، وكيف تتصالح مع نفسك ولا تعطي لأي آراء سلبية تجاه شخصيتك أي اعتبار، غير انه يجيب لك الجانب اللطيف من مفهوم الصداقة وروح الفريق والعمل الجماعي والكثير من الامور التحفيزية اللي تتم بشكل مباشر او غير مباشر، يعني بجانب انه يوسع صدرك ويخليك تضحك كمان يعطيك جرعة تحفيزية في بعض الاحيان، ايش تبوا اكثر من كذا. الحلو كمان انه المسلسل ما فيه لقطات غير لائقة كثير، يعني نادر جدا ما تشوف، حتى لما تظهر صور ممكن تكون غير أخلاقية تلاقيهم معتمينها أو عاملين عليها بيكسلز. وعلى حد علمي إن معظم مسلسلات السيتكوم والمسلسلات الكوميدية اللي من هذا النوع غالبا تكون خالية من المشاهد الجنسية والألفاظ وهالكلام، أو تكون نسبتها ضئيلة جدا. برضو لاحظت في المسلسل كل فترة يشطحون ويجيبون شخصية مشهورة تظهر في الحلقة كضيف شرف، سواء طول الحلقة أو لمدة بسيطة منها. طيب قلنا إنه الأحداث تدور في مركز شرطة بروكلين 99. المركز هذا يا جماعة فيه موظفين كثيرين جدا، ولكن أبطال المسلسل واللي الضوء مسلط عليهم معظم الوقت هم 9 أشخاص. وصدقوني يا جماعة التنويع الرهيب في الشخصيات وفي عقليات الشخصيات هو واحد من أهم عناصر نجاح المسلسل، وهالشيء برضو أصلا معظم المسلسلات الكوميدية تعتمد عليه. الشخصيات عندنا الغبي والذكي والشاطر والبليد المتنح والمركز الطيب والعصبي الغبي والأغبى، تنويع مرة رهيب في الشخصيات. فخلوني أخذكم بجولة سريعة على الشخصيات وراح أعطيكم انطباعي عن المسلسل
أول ما بدأت أتابع. ولو تعتبرون أنه حديثنا عن الشخصيات قد يكون حرق بالنسبة لكم، تقدرون تقفلون الفيديو في هذه اللحظة، ونشوفكم إن شاء الله في الفيديو القادم. وأصلا افتتاحية المسلسل لحالها راح تعطيكم انطباع سريع عن كل شخصية وتخليكم تعرفون إيش جوها بشكل مبسط. طيب، عن نفسي في بداية المسلسل حسيت أن بعض الشخصيات ثقيلة الدم أو أن عدمها أفضل من وجودها، وكنت مرة متشائم وطفشان من المسلسل في أول كم حلقة. ما أعرف وش حفزني أتابعه أو أكمله، ولكن حسيت أنه لازم أعطيه فرصة. بس فعلا ترى أول كم حلقة كان فيها ملل بحد كبير، واتوقع السبب انه لسه كنت جالس اتعرف على الشخصيات واجواء المسلسل. المهم اني قلت خليني اشوف اخرتها مع المسلسل، فيه شيء قال لي كمل متابعة، ايش هو معرفش. المهم وبعد كم حلقة فعلا بديت انسجم مع المسلسل او مع الشخصيات بالتحديد، ولاحظت انه كل ما بديت اعرف كل شخصية وكيف تفكيرها ومزاجها بديت احب المسلسل اكثر واكثر، لانه معرفتك بالشخصيات وعقلية وطريقة تفكير الشخصيات هي اللي راح تخليك بعدين تضحك وتستمتع بالمسلسل اكثر واكثر. طيب نخش على الشخصيات. أول شخصية عندنا هي الشخصية المرحة والكوميدية واللهلوبة، شخصية المحقق جاك بيرالتا. حبيبي بيرالتا، هالآدمي مرة يحب وظيفته، في نفس الوقت ما يحب ينصاع للأوامر بسهولة، يعني تحسه يحب يسوي كل شيء على طريقته الخاصة، أهبل وظريف، ذكي وغبي، شاطر وبليد، ما تقدر تعرف له بالضبط. ولكن اللي الأكيد والكل متفق عليه إنه هالآدمي مرة بطل في وظيفته اللي هي التحقيق، وهو من أكثر الشخصيات اللي ضحكني في المسلسل، والمسلسل من دونه أحس بيكون ملهوش لازمة صراحة. وخذوها مني كلمة، لو عجبكم المسلسل وانسجمتم معه راح تنبسطون مع جاك بيرالتا، ما فيها أي كلام. ثاني شخصية عندنا الكابتن رايمون هولت، رئيس الشلة هذولي، واللي دائما صارم ومهني وصعب جدا تشوفه مبتسم. وبالرغم من إن صعب جدا تشوفه مبتسم إلا إنه يقدر يخليك تضحك كل ما فهمت شخصيته أكثر مع الوقت، وتكة واحدة بس وتحس إن الكابتن رايمون هولت أبو الشلة هذولي، ما هو مديرهم أبدا. ثالث شخصية عندنا شخصية ايمي سانتياغو، هي الشخصية الملتزمة جدا مهنيا والوجه الكيوت واللطيف للمسلسل، وهي الشاطرة واللي تحب تكون الاولى دائما في كل شيء، وتحب المنافسة برضو، وعدوها اللدود هو التأخر، تحب دائما تكون على الموعد سواء في الدوام او في الحفلات او في المناسبات، ودائما برضو هي وجاك بيرالتا يتنافسون في مين يحل قضايا اكثر ويقبض على مجرمين أكثر. رابع شخصية عندنا شخصية المحقق تشارلز بويل، ضحكت تلقائيا لما قلت اسمه. الإنسان هذا تفكيره غريب وعنده وساوس كثيرة وغريبة، طريقة تعامله مع الأمور من أغرب ما يكون، لدرجة تحس إنه غبي وأهبل، بس برضه مر على نياته وذكي في جوانب كثيرة، ويعتبر موظف مجتهد ويحب شيء اسمه جاك بيرالتا، مرة يحبه. برضه تشارلز بويل مرة يحب الأكل وطباخ بارع جدا، وعنده حاسة التذوق مرة فنانة، يعني عند الأكل المرجع الرئيسي لنجوم المسلسل هو المحقق تشارلز بويل. خامس شخصية عندنا شخصية المحقق تيري، معضل وضخم وعملاق، وتشوفه كده من بعيد تقول يا لطيف لو أعطاني كف هذا بيقتلني، بس المفاجأة إنه بالرغم من ضخامته إلا إنه جدا عاطفي وكيوت ويتأثر بسهولة، مرة رهيب تيري، بيعجبكم. سادس شخصية عندنا المحققة روزا دياز، البنت هذه ما تعرف تبتسم، ما تعرف تحب، عصبية ومرة سوداوية وتعشق اللون الأسود، حتى إنه عندها دراجة نارية معظم اللي في القسم يخافون منها، مرة شديدة ما عندها لعب. سابع شخصية عندنا شخصية جينا، وهي الموظفة الإدارية في القسم، سخيفة بليدة ما تسمع الكلام، تطقطق وتنكت على الرايح والجاي، ما يعجبها العجب ولا الصيام برجب، أحيانا تقول في نفسك هذه كيف موظفينها هنا أصلا، هذه مكانها ما هو في قسم الشرطة نهائيا، بس برضو مع الوقت راح تحبونها لما تتعمقون في شخصيتها أكثر. أخيرا عندنا الشخصيتين الثامنة والتاسعة، وهم التوأم المختلف، ما هم أخوان بس أنا أقول عنهم كذا، يعني شياب القسم أو عجائز القسم، هيتشكوك وسكالي، أقدم ناس في القسم تقريبا، واللي بلغوا من الكبر عتية لدرجة ما منهم أي فائدة في القسم غير إنهم ينتظرون تقاعدهم. هيتشكوك وسكالي دائما مع بعض، يحبون الأكل وتصرفاتهم جدا ساذجة، وينظفون أذاني بعض ويغسلون شراريب بعض، تصرفاتهم مرة غريبة، وعندهم استجابة بطيئة جدا في فهم واستيعاب الأمور، أحيانا تحسهم أغبياء، وأحيانا تحس إنهم يتصنعون الغباء علشان يبعدون نفسهم عن الشغل، بس للأمانة أشوفهم من أهم عناصر المسلسل، واللحظات اللي ظهرهم فيها دائما تكون غبية
ومضحكة. هذا بالنسبة للشخصيات، ما راح أخوض فيهم أكثر لأنه هذا اللي تحتاجون تعرفونه قبل تتابعون المسلسل. المسلسل من كتابة الكاتب والمنتج والمخرج مايكل شور، وهو واحد من كتاب مسلسل The Office الشهير وباركس أند ريكريشن وبرضه مسلسل The Good Place، وبرضه شارك في كتابة المسلسل الكاتب والمنتج دان غور، وهو واحد من مبتكرين مسلسل باركس أند ريكريشن برضه، واللي هو مسلسل على نفس طريقة أو نهج المسلسل الشهير The Office. المسلسل تقييمه على موقع IMDB حوالي 8.5 من 10، وعلى موقع روتين توميتو 93% من الجمهور و95% من النقاد. إلى الآن نازل منه 7 مواسم كاملة ومنتهية، والموسم الثامن قادم في العام 2021. كل موسم يتكون من 22 حلقة أو 23 حلقة، وكل حلقة مدتها ما بين 20 و 25 دقيقة. متوفر على منصة نتفليكس، ولكن للأسف الترجمة أحيان تحس إنها ترجمة جوجل، وهالشي مرة يزعجني ويخرب علي متعة المشاهدة. فلو تقدر تشوفه في مكان غير نتفليكس يكون أفضل. وعموما لغة المسلسل سهلة، يعني لو لغتك الإنجليزية متوسطة أو أقل من متوسطة راح تمشي أمورك مع المسلسل، فضلا عن أن المسلسل برضو راح يطور لغتك الإنجليزية مثل الكثير من المسلسلات اللي لغتها سهلة وغير معقدة. المسلسل يا جماعة إذا ناسبكم راح تستمتعون فيه كثير، ولكن لو عندكم معرفة بالثقافة الغربية راح تستمتعون أكثر وأكثر، لأن في نكت تكون مبنية على حقائق وأحداث حقيقية أو مقتبسة من مسلسلات مشهورة أو عن شخصيات وأفلام مشهورة مثل فيلم داي هارد، وبتعرفون بعدين لو تابعتوا المسلسل. ولو بضيف سلبية إضافية غير ترجمة نتفليكس السيئة للمسلسل، فراح تكون إنه بعض الحلقات قد تكون مملة نوعا ما، بالذات الحلقات الأولى من المسلسل مثل ما ذكرت قبل شوي. فلا تحكم على المسلسل من الحلقات الأولى، لازم تقطع فيه شوط على الأقل 6-8-10 حلقات، وبعدها ممكن تتضح معاكم الصورة وتقدرون تتخذون قراركم تجاهه. وبشكل عام يا جماعة المسلسل ما هو على رتم واحد زي الكثير من المسلسلات، حلقة كذا وحلقة كذا، بس للأمانة قليلة الحلقات اللي شفت انها مملة او المتعة فيها اقل من المعتاد. برضو حاجة حلوة في المسلسل انه لما يكون في حوار عن شيء صار في الماضي وما تم عرضه في المسلسل، يجيبون لك فلاش باك سريع جدا بطريقة ممتعة وشيقة، تزيد من إلمامك بالأحداث والمواقف المضحكة وتخليك تستمتع فيها أكثر وأكثر. هذا اللي أقدر أقوله لكم عن هذا المسلسل اللطيف والخفيف. وفي الأخير عزيزي المتابع العظيم، أنت صاحب القرار، تابع كم حلقة من المسلسل وقرر بعدها هل يصلح لك أم لا. وشاركوني أراكم في التعليقات عن هذا المسلسل لو كنتم من متابعينه، وإيش شخصيتكم المفضلة في المسلسل، ولو في معلومة سهيت عنها أو أخطأت فيها يسعدني جدا قراءة ملاحظاتكم في التعليقات. لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة لو ما كنتم مشتركين، وتفعيل جرس التنبيهات علشان توصلكم فيديوهاتي أول بأول. كان معكم الوجيه، أشوفكم في الفيديو القادم.